السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم من قناتكم ومن في صفحتكم ومن محلكم، محل ثلاثة الثقة. خوتنا كما شفتوا نظمنا هدية على قناتنا على اليوتيوب، فضل ما وصلنا 175 ألف متابع. الآن جاء دور خوتنا تاع الفيسبوك ورانا ما نسيناهمش، ونظمنا لهم هدية كما راكم تشوفوا خوتنا، هذا لو صالون المرصة. خوتنا هذه الهدية رانا درناها تنسيقا مع الأخ هشام كوك. خاوتنا نخليكم تشوفوا الفيديو ونعود نولوا فيما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه لاباس. في هذا الفيديو خوتي راح نبارطاجيو معاكم تحويسه خفيفه ظريفه لقليعه، اكزاكتومون محل اتات الثقه. محل اتات الثقه من احسن المحلات في القليعه اللي يخدموا الاتات المنزل، جميع حاجه تخدم في الاتات يخدموها عندهم. كما راكم تشوفوا هنا لي طابل عندهم تاع سي بلس 4 بلس، عندهم وي بلس، لا فينيسيون بزاف شابه، كاين اللي جو كامل حطب وكاين اللي جو فيهم زجاجه، وبالنسبه للبواط تاعهم كامل مخدومين بوايات. الكراسه كاين اللي بالحطب وكاين اللي كيما هادو ما فيهم القماش ولاموس. هادو مطوابل جميع واحد راح يشري من عندهم ويقول لهم بلي جيت من عندي هشام كوك، راح يمد لكم طابله وزياده معها اوفر سيرفيس اللي كان فوق طابله كومبلي. لي صالون معروفه بها اتات الثقه، يخدموا لي صالون بزاف شابين، لا فينيسيون كابيتوناج كامل يروح باليد، القماش تاعهم دو بون كاليتي ولا موس كيما حبيتو، كاين دي ترون ثاني كاليتي بزاف شابه. المقاسات واللون تاع لي صالون كيما حبيتو نتوما، 5 بلاس 4 بلاس، القماش اللون تاعو اللي خيرتو يديروا لكم كيما حبيتو. والحاجه شابه الا روماركيتو هنايا طريقه العرض تاع الصالون كي شغل راهو في داركم، تسمى كي تجوا الصالون تشوفوه ماشي محطوط هكذاك برك شوائيه، تخيلوه تقريبا كيفاش راح يكون في داركم باش تعرفوا واش تخيروا 5 بلاس ولا 4 بلاس ولا كولور اللي تعجبكم. والحطب نتوما تخيروا بواروج كيما حبيتوا ولا الادر. وكيما قلت لكم لا عجبتكم كاش حاجه صان ولا طابله ولا شومبراك واش دوك نشوفوهم ثاني، كي تتصلوا بهم اكدوا بلي جيتو عندي هشام كوك باش يتهلا فيكم ماكسيموم ويساعدوكم يدير لكم سومه هبال. لي شومبراك وشي من بين نقاط القوه تاعهم ثاني يخدموا حاجه بيان فيني وبزاف شابه. وكيما قلت لكم دائما ندير لهم شغل دي شومبر هكذا بانينهم غير باش يستعملوا فيهم لا شومبراك وشي بالكم اسكو تساعدكم ما تساعدكمش، والمقاسات اللي تحددوها وكيفاش راح تخرج كي تستعملوها عندكم في داركم. وبالنسبه اللي ما يحبوش يشركي لي برا يحبوا يروحوا في الليل، محل اتات الثقه راه يفتح في الليل حتى لزوج تاع الليل، يعني اللي يحبوا يديبلاسيو خاصه في سهره تاع رمضان هاوليك الاضاءه تاعو كيفاش دايره، تشوفوا كي شغل راكم في النهار مضوين وما شاء الله لداخل، والبلاصه سيكوريزي لهنايا نقيه بالبزاف، يعني كاين الامن هنا في المنطقه هذه. وباش تكملوا الفيديو هذا فرحانين درنا لكم هذه الهديه تاع الصالون. هذا الصالون اسمه المرسى، القماش تاعو اونتيطاش ولاموس تاعو دي 30، يعني فيه قاعده بزاف شابه، البواط تاعو بواروج، وتقدروا تخيروا الى ربحتوا هذا الصالون القماش لاكولور اللي حبيتوا، يعني ما عجبتكمش هذا لاكولور تشوفوا لاكولور اللي عجبتكم في الكتالوج يخدموا لكم بالمقاس اللي يعجبكم، لاكولور يعجبكم ويزيدوا يدير لكم النقل مجانا حتى لباب الدار وما تخلصوا والو. طريقه المشاركه في هذا الفيديو خلوا كومونتير فيه الاسم واللقب باش نهار واحد يربح نقدروا نتاكدوا باللي هو. واش ديروا ثاني؟ كاين رابط تاع صفحه اتات الثقه، ادخلوا ابوني، لازم اللي يربح يكون ابوني، الا ما كنتش ابوني ما راحش يدير الجائزه، يعني شروط زوج، ابوني في صفحه اتات الثقه خلوا كومونتير، وبعد حوالي اسبوع راح نديروا السحب ونخيروا اللي فاز ونرسلوا للصالون والف مبروك عليه. خوتنا كما كنتوا تشوفوا في الفيديو الان جاء دور شروط المسابقه. خاوتنا شروط المسابقه بسيطه وسهله جدا، تروح للفيسبوك تكتب اثاث الثقه ولا تكتب ماب دو كونفيونس، تخرج لك لاباج تاعنا دير جام وتروح لا فيديو تلقاها ايفانجلي، لا فيديو تاع المسابقه تلقاها ايفانجلي، تدخل فيها دير جام تكتب اسمك لقبك والولايه تاعك خاوتنا، وهكذا تكونوا درتوا كامل الشروط وان شاء الله تكونوا من الفائزين معنا. نبقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم، سلام.